فيلمنا بيبدأ بإشاعات متداولة بين الناس عن جزيرة غامضة في جنوب المحيط الهادي اسمها جزيرة البنات العذارة، واللي كل سكانها بنات وبس. وبتقول الإشاعات كمان بأن البنات اللي على الجزيرة دي بيملكوا بذرة سحرية غامضة بتخليهم لما يكبروا في السن بيكبروا أبطأ بعشر مرات عن الناس العاديين، عشان يفضلوا شباب طول الوقت ويكونوا خالدين كمان. وعشان قدرات البذرة السحرية دي حاول ناس كتير على مدار سنين فاتت إنهم يكتشفوا الجزيرة، ومنهم مستر سونج واللي نفسه يبقى خالد في الدنيا. فعشان كده سونج تملي كان بيرسل رجالته في رحلات بحرية استكشافية عشان يبحثوا عن الجزيرة، بس لحد الآن محدش منهم عرف يوصل لها. وفي مكان تاني بنشوف وانج بطل فيلمنا وهو بيسمع في الراديو تقرير إخباري عن سونج. التقرير بيقول إن سونج بيستعد لتمويل رحلة استكشافية جديدة عشان يبحث عن الجزيرة. بيقول التقرير كمان بإن كل المستكشفين اللي راحوا ودوروا على الجزيرة هلكوا ومحدش فيهم رجع، وإن مفيش غير مستكشف واحد بس هو اللي وصل لهناك واسمه لي. طبعا بتتغير ملامح وانج وهو بيسمع التقرير الإخباري، لأن لي هو والده واللي مرجعش لحد دلوقتي من الجزيرة ولا حتى ساب رسالة للناس أو لابنه. واتقال عن لي وقتها بإنه كان مفتون بجمال بنات الجزيرة وقرر يفضل معاهم على طول. وعشان الإشاعات دي ممكن تكون صحيحة فوانج بيقرر يدور على والده، فبينضم في رحلة سونج الاستكشافية. وانج بيروح المينا عشان يركب السفينة، وهناك بيقابل هيون صاحبه واللي بيقول على نفسه بإنه بحار عنده خبرة، وبيقرر يشارك وانج في رحلته لأنه سمع في الراديو عن رحلة سونج هو كمان. بعد ما بيجهزوا كل لوازم سفرهم بيركب وانج وهيون السفينة، ولسه هيطلعوا بيها بيلاقي واحد من رجال سونج بيقرب منهم عشان يديهم جهاز التتبع عشان سونج يبقى متابع تحركاتهم بالملي. بيطلعوا بالسفينة وبعد فترة بيوصلوا للمحيط الهادي، وبكده يكونوا بدأوا رحلتهم فعليا. في الأول بيكونوا متفائلين بالمهمة، لكن بعد شهرين بيلاقوا نفسهم ضايعين وسط المحيط ولسه ما وصلوش للجزيرة، فبيبدأوا يتشائموا. واللي بيزود التشاؤم عندهم أكتر هو إن الطعام اللي معاهم خلص حرفيا، فبيقرروا يصلوا عشان البركة تحل عليهم ويلاقوا الجزيرة قريب. في يوم وهم بيشتكوا لبعض بإن جهاز التتبع مش شغال كويس، بيلاحظ وانج وقتها وهو نايم على ظهره بإن في حاجة بتنقط على وشه من فوق، فبيفتح عينيه وبيلاقي على وشه فضلات طائر النورس. فبيبص فوق وبيلاقي سرب من طيور النورس، وده معناها إنهم قريبين من جزيرة. بعدها بيبص للمزار وبيلاقي فعلا إن في جزيرة قدامهم، وبيفرح هو وهيوم بعد ما كانوا فاقدين الأمل، لكن بسبب الأمواج العالية مش بيعرفوا يرسوا بالسفينة عند الجزيرة، فبيقرروا ينطوا من السفينة وياخدوها عوم لحد هناك. وبعد ما بيعوموا مسافة طويلة بيوصلوا للجزيرة، ومن تعبهم بيناموا شوية. فلما بيصحوا من نومهم بيلاقوا نفسهم متحوطين بجيش من البنات. وانج بيكون لسه ما فاقش قوي، فبيسأل البنات إن كانوا فعلا وصلوا لجزيرة العذارة، لكن محدش منهم بيجاوبوا وبيفضلوا باصين عليهم باستغراب. بعدها جيش البنات بيقبضوا على الراجلين وبياخدوهم معاهم على المعسكر عشان يستجوبوهم. فهناك بيبدأ هيون يتعصب على البنات، لكن واحدة منهم بتضربه بعصاية فبيقع على الأرض. بعدها البنات بيعاقبوهم فبيحبسوهم جوه قفص خشبي، وبتجيلهم زعمتهم وبتتكلم معاهم، فبتقول لهم ان على مدار ال 500 سنه اللي فاتوا حصل اكتر من محاوله اختراق للجزيره، وبحاره كتير عندهم خبرات وصلوا لجزيرتهم بالفعل. فهيون لما بيسمع كلمه 500 سنه بيستغرب جدا بان البنات دول عايشين من زمن بعيد ولسه شباب زي ما هم، فبيهزر معاهم وبيسالهم ان كانوا فعلا خالدين بجد زي ما سمع عنهم، لكن الزعيمه وباقي البنات مش بيرد عليهم وبيمشوا ويسيبوهم جوه القفص. اول ما البنات بيمشوا وانج بيطلع خنجر كان مخبي معاه، وبيخطط هو وهيون انهم يهربوا اول ما الدنيا تليل. فلما بيجي الليل بيفتحوا باب القفص الخشبي بالخنجر وبيخرجوا. وانج بيقرر يروح لقبيلة البنات عشان يدور على اي ادلة تبين لهم بانهم على جزيرة البنات العذارة فعلا، وهيون بيروح يدور على طريقة يهربوا بيها من الجزيرة، وبيوصل للغابة عشان يدور على اي مخرج. في نفس الوقت وانج بيكون وصل للاكواخ اللي البنات عايشين فيها وبيدخل كوخ منهم، وعشان الستات عاملين افخاخ في كل حتة في الجزيرة، فهيون وهو في الغابة بيقع في حفرة فخ معمولة لصيد الأرانب. بعدها بيخترق ظهره سهم خشبي، وكمان بيلاقي كمية من جوز الهند بتترمي على دماغه. ولما بنرجع لوانج اللي مستخبي جوه كوخ، بتدخل عليه شابة حلوة اسمها مويان ومعاها أختها مون، وبنكتشف بأن الكوخ ده هو المكان اللي بنات الجزيرة بيستحموا فيه، والأختين دول داخلين يستحموا. فلما مويان بتقلع هدومها عشان تستحمى، بيستغل وانج الفرصة وبيحاول يهرب من الكوخ، بس على حظ مون الصغيرة بتكون شافته، فبيديها مصاصة عشان تسكت وما تفضحوش. بتاخد منه المصاصة بس برضه بتصرخ وبتفضحه عادي. وانج بيطلع يجري من الكوخ وهو مرعوب، فبيلاقي البنات بتجري وراه بالسلاح. وانج بيمسك عصاية مولعة نار وبيحاول يخوفهم بيها عشان يبعدوا عنه، بس في الآخر بيقبضوا عليه. بعدها بيودوه قدام الزعيمة عشان تحاكمه، فبتقول له الهروب من القفص اللي انت كنت فيه انت وصاحبك يعتبر جريمة على حسب تقاليدنا، أما بقى محاولة الهجوم على بنات القبيلة فدي عقابها الموت.
هنا هيوم بيدخل عليهم كوخ المحاكمة عشان ينقذ صاحبه رغم انه مصاب بسبب الافخاخ اللي وقع فيها، وبيهدد البنات بانه كان جندي ومتدرب على الفنون القتالية، لكن البنات بيروحوا ضربينه مش عشان اقتحموا الكوخ عليهم، لا دول بيضربوه عشان حسوا بانه كدابه بيحور عليهم، وبعدها بيوقفوا جنب صاحبه. البنات بيطلبوا من زعيمتهم انها تعدم الراجلين، لان عندهم في التقاليد بتاعتهم ان لما راجل يشوف بنته وهي عريانه فده معناه انها تفقد جمالها ويبقى شكلها وحش. لكن قبل تحضير طقوس الاعدام الزعيمه بيكون عندها فضول تعرف هم ليه اصلا جم جزيرتهم، فوانج بيقول لها بانه جه عشان يدور على والده اللي جه الجزيره هنا من 10 سنين وما سمعش عنه حاجه لحد دلوقتي. فالزعيمه بتفاجئه وبتقول له بانها كانت قابلت والده قبل كده وانها برضه بتدور عليه لكن عشان تقتله، وبتامر الحراس بتوعها ياخدوا الراجلين عشان يعدموه. بيوم بيقول يلا نفسي، فبيقول للزعيمه طب وانا مالي، هو انا اللي شفت البنت وهي بتقلع؟ ده وانج، وبيطلب منها تفكه وتسيبه يمشي، بس الزعيمه بتصمم تعدمهم سوا، فبياخدوهم على مكان الاعدام وبيحط كل واحد منهم جوه حله كبيره عشان يطبخوهم. بعد ما بيربطوهم كويس هيوم بيكون خايف قوي لانه حس بانهم بيتبلوهم قبل ما يطبخوهم. هنا بتجيلهم ويان وبتهزق وانج عشان بص عليها وهي عريانه، وبتقول له بانها لازم تموته عشان تبطل مفعول اللعنه اللي هتخليها بنت شكلها وحش وقبيح. ميان بتقرب السكينه من رقبه وانج عشان تموته، لكنها بتروح قطع لهم الحبال اللي ربطهم عشان تهربهم من المكان. ميان رغم انها هربتهم لكن بتقول لوانج بانها بتكرهه لكن مش عاوزاه يموت بسببها، وعشان حظهم مقندل فبمجرد ما بيدخلوا الغاب عشان يهربوا بيقعوا تاني في الافخاخ. تاني يوم الصبح بتكون البنات خرجتهم من الافخاخ وربطوهم قدام الشجره المقدسه بتاعتهم، بعدها بيحضروا التوابل والخضار عشان يتبلوهم ويشوهم، لكن فجاه عمليه الطبخ بتقف لانهم بيعرفوا بان واحده منهم اسمها شون نزلت المحيط وبتغرق. البنات بيجروا بسرعه على شاطئ المحيط وبيسيبوا الراجلين مربوطين. الراجلين بينتهزوا الفرصه وبيحرقوا الحبال اللي ربطوهم بنار الشوي اللي البنات كانت محضراها، وبعدها بيهربوا، بس بيكتشفوا بعدها بانهم حرقوا الشجره المقدسه لما كانوا بيحرقوا الحبال. بنروح للبنات وهم واقفين على الشط وبيبكوا لانهم مش عارفين ينقذوا شون اللي عماله تنازع في الميه ومش عارفه تخرج. فلما بنرجع للراجلين بيكونوا قربوا من الشط عشان يهربوا والبنات مش واخدين بالهم منهم، لكن فجأة وانج بيغير رأيه لما بيشوف البنت بتغرق وبيقرر يرجع يساعدها ويخرجها من المحيط رغم انه عارف بان البنات لو قفشوهم هيعدموهم، فبيجروا على المحيط. وانج بينزل يعوم لحد البنت وبيقدر ينقذها، بعدها بيوصل بيها للشط بس بتكون قطع نفس، فهيوم بيعمل لها تنفس صناعي وانعاش للرئة لحد ما بتبدأ تتنفس تاني. البنات كلهم بيسقفوا لشجاعة الراجلين، بعدها بياخدوهم تاني للزعيمة. هنا شون بتطلب من الزعيمة انها تسامحهم خصوصا انهم انقذوها من الغرق، بس طبعا مش ده السبب الاصلي لان السبب الاصلي هو ان شون حبت هيون، ولسه الزعيمة بتفكر تسامحهم بتدخل واحدة منها لله وبتقول لهم بان الشجرة المقدسة مولعة نار، فبيجروا كلهم على هناك. ولما الزعيمة بتعرف بان الراجلين هم اللي حرقوا الشجرة بتقرر تعدمهم المرة دي بجد، بس ميان وشون عشان عجبهم الراجلين بيقولوا للزعيمة تشوف عقاب تاني اخف شوية، فالزعيمة بتقرر انها تدي الراجلين فرصة 3 شهور عشان يرجعوا فيها الشجرة المقدسة زي ما كانت، بس بتشرط عليهم بان لو المدة خلصت والشجرة لسه محروقة فوقتها هتعدمهم بجد. تاني يوم بيبدأ الراجلين ينضفوا شجرة من اثار الحريق ويسقوها مية، ومع مرور الوقت بيقرب الراجلين من البنات اكتر وبقوا يساعدوهم في امور حياتهم، فبيعلموهم صيد السمك والزراعة بطريقة متطورة، وبتتطور علاقة شون بهيون لانها تهتم بيه قوي وبتجيب له دايما زهور وفواكه عشان يحس بيها. وفي يوم لما وانج بيفضل يدور على اشارة لجهاز التتبع بيلاحظ بان في تعبان بيبدا يزحف ورا ميان، فبيجري عليها بسرعه عشان ينقذها وبينط عليها وبياخدها على الارض في وقعه كلها رومانسيه، لكن ميان بتقوله بان التعبان ده هو حيوانها الاليف اللي مربياه. تاني يوم بيكون الراجلين مبسوطين لانهم بيلاقوا الشجره المقدسه بتبدا تنبت من جديد، فبالليل بيحتفلوا مع البنات بالمناسبه دي وبيرقصوا وبيغنوا وبيتبسطوا. وانج بيشوف ميان بترقص ومبسوطه وبتقوله بان قيمه الحياه مش بالعمر الطويل اللي بنعيشه، لكن القيمه بتتحدد بالحاجه اللي بنعيش عشانها. هنا بيبدأ قلبه يتحرك ناحيتها وبيحس بأنه لقى الإنسانة اللي كان بيدور عليها، وبيقرر يفضل معاهم على الجزيرة عشان يحميهم. بعد كده وانج وميان بيتمشوا شوية فبتحكي له عن تاريخ قبيلتهم وبتقول له بأن من زمان بعيد كان في قبيلة من النساء اسمها قبيلة السحر وكانوا بيتكاثروا بدون جنس زي البنات. كمان بتقول له بأن قبيلة السحر كانوا المسؤولين عن حراسة بذرة يوان اللي بتخليهم خالدين لأنه جوه البذرة دي أسرار الحياة كلها، وكانت مهمة قبيلة الصحراء انهم يحموا التوازن بين الطبيعة والحياة، لكن العكس حصل لما بدأ البشر يقضوا على القبيلة دي بالذات لما سمعوا عن بذرة يوان وقرروا ياخدوها منهم بأي تمن، فبدأوا وقتها الإبادة الجماعية لقبيلة الصحراء. فزعيمة قبيلة الصحراء ادت البذرة الأصغر بنت معاهم في القبيلة عشان تحميها،
وطلبت منها تهرب بالبذرة لبعيد، رغم ان البنت اهلها كلهم اتقتلوا على ايد الاعداء اللي عايزين البذرة. بعدها البنت هربت وبدأت رحلتها في المحيط، وبعد فترة مش طويلة لقيت نفسها على جزيرة مهجورة، وبدأت تلاحظ وقتها بان البذرة بدأت تنبت وبتنتشر في كل مكان في الجزيرة، والجزيرة المهجورة وقتها بدأت الحياة تملاها. البنت كبرت بالبطيء طبعا، وتكونت عشيرة جديدة من النساء عشان تحمي بذرة يوان لحد دلوقتي. وبتختم ويان حكايتها لوانجو بتقوله البنت دي هي الزعيمة بتاعتنا، واحنا كلنا من نسل قبيلة الصحراء. تاني يوم الصبح ميان بتاخد وانج على المكان اللي شافت فيه والده آخر مرة، واللي بيكون عبارة عن كهف. هناك وانج بيلاقي دفتر مذكرات والده، فبيلاقي كاتب عن الفترة اللي قضاها مع قبيلة النساء، وكاتب كمان بأنه لما لقاهم لطاف ولزاز وبيحبوا الحياة مرضيش يدمر حياتهم، فعشان كده ما بلغش حد عن مكان جزيرتهم على أمل أن سرهم يفضل مستخبي ومحدش يعرف يوصل لهم ويبقى حماهم من جشع المستكشفين. وبيختم والد وانج مذكراته وبيقول بأنه قلقان على ابنه ونفسه أنه يفهم هو ليه خد القرار ده ومرجعش. بعد الحكاية اللي وانج سمعها من مويان، وكمان بعد ما قرى مذكرات والده، بيقرر أنه يدمر جهاز التتبع، فبيكسره هو وهيون. لكنهم وهم ماشيين وسايبين على الأرض الجهاز 100 حتة بيسمعوا صوت إشارة خارجة منه، وده معناه أنه لسه شغال. في مكان تاني بيكون سونج لقط إشارة جهاز التتبع وحدد مكان الراجلين، وبيقرر يروح لهم. لكن الراجلين في نفس الوقت راحوا للزعيمة عشان يحذروها من سونج، وبيطلبوا منها تسيب الجزيرة هي والبنات عشان سونج في طريقه ليهم لأنه عاوز يسرق بذرة يوان. لكن بعدها بيقرروا يواجهوا سونج ورجالته، فبيحطوا خطة ذكية. بيوصل سونج عند الجزيرة وبيأمر أربعة من رجالته ينزلوا الأول يستكشفوا الجزيرة، فبينزلوا على الجزيرة وهناك بتستقبلهم البنات الحلوين بالخمرة والدلع لحد ما بيسكروهم، وبعدها بيقضوا عليهم. فلما بيتأخروا سونج بيقلق، فبينزل الجزيرة ومعاه باقي رجالته عشان يشوف فيه ايه. فالراجلين بيستقبلوه على طول وبيحاولوا يقنعوه بان الجزيرة دي مش هي جزيرة البنات العذارة اللي بيدوروا عليها، بس سونج مش عبيط، فبيخلي رجالته يكتفوا البنات كلهم والراجلين معاهم. بعدها سونج بيسأل الزعيم على سر الحياة اللي خليه خالد زيهم، فلما بترفض تقوله بيهددها بانه هيقتل مون الطفلة الصغيرة، فبتضطر البنات توريه المكان اللي مخبيين فيه بذور يوان. وفي الطريق شون بتقدر توقع راجل من رجالة سونج، وبتبدأ باقي البنات تواجه رجالة سونج. هنا سونج بيهرب من المعمعة دي وبياخد معاه وانج، وبيجبره يلبس قنبلة موقوت على صدره، وبيهدده بانه هيفجرها لو ما قالوش على كل حاجة بصراحة. هنا بتوصل الزعيمة ومعاها هيون وباقي البنات، وبيواجهوا سونج. لكن قبل ما بيقضوا عليه ابن الذين بيروح مفعل القنبلة ب30 ثانية، فوانج بيكون عارف ان مفيش وقت حتى انهم يحاولوا يبطلوا مفعولها، فبيجري بالقنبلة على المحيط عشان يضحي بنفسه. وهو في الطريق بيقعد يفكر في كلام مويان لي، وكمان بيفهم معنى التضحية اللي والده عملها عشان ينقذ البنات دول، وبيقول لنفسه أنا مش أقل من والدي. بتنفجر القنبلة في المية، مويان بتصرخ وبتبكي لأنها حبته بجد، وبيبكي هيون وباقي البنات، وبتتحول الشاشة للون الأسود. لكن بنتفاجئ في المشهد الختامي للفيلم بأن وانج بيكون لسه عايش، لأن واضح بأن سحر الجزيرة رجعه تاني للحياة عشان خاطر التضحية والشهامة اللي عملها. اشترك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. شكرا على المشاهدة.